السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا سمك مقلي، سمك مشوي نوعين، وطبق سلطة جامد جدا، وطبق رز جميل جدا جدا، وانا بصراحة باكل فيه من ساعتها يعني عشان تبقوا عارفين. بس انا عاوزك ايه السمك النهاردة، في حاجات كده عجباني يعني، في شغل جامد النهاردة. التعبية ديت، التعبية دي احنا اللي معبينها، والسمك ده احنا شايينه فعلا طبعا من عند الاستاذ حمود. خش شوفوا التعبية كده، مش طويلة يعني، محدش شوتها يعني، هتستمتع واحنا يعني ايه بتعمل كده، بتعبي الصينية فاضية واتملت، منظرها جميل. شوية الصلصة دول جمال قوي كمان. شوف الفيديو بقى وارجع لك تاني. شوية زيت كده، نجيب الرز، شوية ملح، نقلب بقى نعمل كده، نجيب الملح، نقلب كده نبدأ نغطي بقى الوقت في الحالة دي، نغطي شوية فلفل اسود، شوية سكر، شوية ملح. نحط بقى الحاجات ديت على السلطة الجميلة دي. شوية زيت زيتون، شوية زيت زيتون، معلقة خل أبيض، نقلب بقى نقلب بقى. شوية مخلل بقى كده، شوية جرجير بقى كده، غيرنا المخلل حطينا الجرجير كده، ونحط المخلل كده ايه بقى شكل تزويق كده فوق اهو زي ما انتم شايفين كده. نبدأ بقى نعبي الرز كده، حلو قوي. انا بحب السمكه المقليه دي، واي سمكه انا بحبها. ها يا رب. شوف يا عم الحاج، هو الديل ما بقاش فيه عظم خالص يعني، هو بقى الأفخام دي ما بقاش فيه عظم، منطقة البطن بس بتبقى فيها عظم. سبحان الله.
حلو. حلو السمكة دي والله حلو. معمول حلو كمان. بسم الله ما شاء الله. جميل قوي يا جماعه، سمك جميل. انا بحب السمك الكمبود حلو والله. Oh.
مش عايز اطول عليكم يا جماعه. الاخ جميل والسمك ده المفروض تاكل سمك مرتين في الاسبوع ولا حاجه، بيظبط كل حاجه، بيظبط دماغك. اللي مش لايك يا جماعه يعمل اللايك، واللي مشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي ما شافش القناه الثانيه يشوف القناه الثانيه. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.